يقولوا انها خدت عفشها. الاستشاره الثالثه من زهر علي: اكتشفت خيانه زوجي وقررت ان اترك المنزل دون اخذ اولادي وتركت شقتي بما فيها. ما هي الاحتياطات التي ممكن اعملها للحفاظ على الشقه مع العلم انها ايجار، وكيف اضمن الا يحضر زوجته الاخرى وينقل العفش ويترك الشقه للمالك؟ طب ما حضرتك اللي سبت الشقه، حضرتك ارجعي شقتك وقعدي مع ولادك، وفي الحاله دي هتحافظي على وجودك في الشقه، لانك انت لو حاضنه هتبقي محتفظه بالشقه حتى لو ايجار، لان ده حقك بالقانون. الاشاره اللي بعدها